بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، مشاهدين الكرام، أينما كنتم أسعد الله صباحكم هذا بكل خير. نتواصل مع شوط الختام. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ، وعلى وفي الصدارة والمركز الأول إرهاب علي بن محمود بن حبيب آل رضا على المركز الأول، يليه على المركز الثاني الحذر عبد الله بن راشد بن سرود المنصوري، كما يليه على المركز الثالث مشاركا مقفي جمعة عبيد بن حميد الفلاسي، وعلى المركز الثاني الرابع وعلى المركز الرابع هشيم سالم بن محمد بن هند المهيري. خلاص روح. أعزائي مستمعينا ومشاهدينا الكرام، نعود إلى المركز الأول. تابع أبو عالية روح يا أبو عالية على المركز الأول. نعم. الله 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 الله. على المركز الثاني إرهاب علي بن محمود بن حبيب الرضا على المركز الثاني ثانيا متابعا، وعلى المركز الثالث رقم ستة حشيم سالم بن محمد بن هند المهيري على المركز الثاني، والمركز الثالث جلاد راشد بن مصبح بن سعيد الكتبي. هذا هو إرهاب هو في المركز الأول، علي بن محمود بن حبيب آل رضا على المركز الأول. ما شاء الله تبارك الله. حرك يا أبو عالية ما شاء الله تبارك الله. شوفوا الإثارة وشوفوا القوة وشوفوا السرعة. ما شاء الله يا علي بن محمود بن حبيب بن رضا على المركز الأول. سلام يا أبو عالية والناموس. تهانينا والناموس علي بن محمود بن حبيب بن رضا على المركز الأول. المركز الثاني جلاد راشد بن مصبح بن سعيد الخاصوني. المركز الثالث أربعة مقفي جمعة بن عبيد بن حميد الفلاسي. توقيت الزمني دقيقتين وعشر ثواني.